اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده مع الناس الحلوه. في برنامج ده اللي بنقابل فيه الناس الحلوه اللي بنتعلم من قصص نجاحهم وتجاربهم الملهمه. النهارده موضوعنا مرتبط شويه بعقول ولادنا وفتره الاجازه، وهنعمل ايه في الاجازه من انشطه سواء التطوعيه او غيرها تثقيفيه في اجازه الصيف السنه دي. احنا عندنا اجازه صيف يمكن تكون من اطول الاجازات، لانه كتير خلصوا امتحاناتهم في شهر 5، فيعني بنتكلم في 4 5 شهور اجازه طويله. خلونا في الأول كده نبتدي بخبر هو قديم شوية، من 43 سنة أقنع راعي كنيسة في أمريكا الجنوبية أتباعه بأن هم كلهم يتناولوا السم السيانيد. متخيلين أنه حد يكون عنده القدرة أو السلطة أنه يغير أفكار 913 شخص، أكتر من 300 طفل. فإحنا بنتكلم هنا عن فكرة أنه ممكن طائفة أو اتجاه أو شخص حتى يغير أفكار الناس لدرجة أنهم يقنعهم يتناولوا سم السيانيد. الحقيقة أنه عقول ولادنا متعرضة لحاجات كتير في الفترة الأخيرة. للي متابع طبعا أنه في حملات كده عن بعض الكتاب أو صناع محتوى، إن إحنا بنتهمهم بإنهم بينشروا أفكار مش كويسة، ضلاليين أو ظلاميين. وأنا بصراحة ما بحبش النوع ده من الحملات، لأنه فكرة إن أنا أفضل طول الوقت أقول القناة دي بتفسد ولادنا أو المحتوى ده بيفسد ولادنا أو موجات من الدعاء أو أيا ما كان شكل اللي إحنا هنحط له مسمى في الآخر ونقول إنه ده خطر على ولادنا وإحنا في طول الوقت عايزين نعمل له إقصاء أو كده. الحقيقة إنه ده ما بيحصلش. والسنين اللي فاتت كلها أو على مدار التاريخ في ناس كتير اتقاومت في أفكارها وأفكارها دي كملت. لكن الحقيقي اللي لازم نشتغل عليه هو قدرة عقول ولادنا على النقد والفرز والاختيار. على مدار عمر أي طفل أو أي بني آدم كمان هيتعرض لفكرة حد بيقنعه يسيب كل حاجة، يسيب بلده في هجرة غير شرعية، يسيب فكر أو تقاليد وعادات هو تربى عليها، يسيب حتى دينه، يسيب انتماءاته. لكن الحقيقة أنه حتى لو فرض عليه في وقت من الأوقات أو وقع في واحدة من الفتن، يعني إيه اللي هيقدر يطلعه منها؟ هل أنه باباه ومامته قفلوا عليه القنوات؟ هل أنه كان طول الوقت حد بيقول له افعل ولا تفعل؟ هل أنه في قانون بيحمي الناس من الأفكار المتحررة أو الغريبة؟ ده كل ده شايفاه مش منطقي. كان نفع في سنين فاتت، كان نفع في موقف حقيقي زي ما قلنا انه راعي واحد يقنع 913 واحد من اتباعه بتناول السم. النهارده هنتكلم عن عقول ولادنا، ازاي كل صيحه فكريه او حركه ممكن تكون مش في صالحهم ازاي يقدروا يواجهوها بحاجه بسيطه قوي بتدريب بسيط اسمه التفكير النقدي، واسمه ان انا اتعرض لتجارب كتير تحت إشراف مؤسسات، وطبعا الأب والأم أولهم يعني، بس مؤسسات المجتمع المدني اللي بتقوم بأنشطة تطوعية تخلي الولاد عندهم تجارب وعندهم رؤية أوسع يقدروا بعد كده يفرزوا الأفكار الصح من الغلط ويختاروا. النهارده هيكون يعني معانا أكتر من مداخلة تليفونية لناس ليهم تجارب وبيشاركونا في مبادرات الصيف دوت هتتعمل مع مؤسسة أجيال، هدفها إن احنا نشغل وقت ولادنا وفراغهم بحاجات مفيدة. أولهم مبادرة لتشغيل الأطفال، وهي مش هتبقى أطفال على إن كلمة تشغيل الأطفال قانونيا مش سليمة، لكن في شكل كده من فكرة التدريب اللي ممكن نقدمه للأطفال طول أجازة الصيف، زي مثلا إن هم يدخلوا جمعيات ويعملوا أنشطة إدارية شوية، ينظموا ملفات أو يعملوا حاجة زي فرز الملابس المستعملة أو استقبال التبرعات أو إن هم يبدأوا يعملوا زي تعبئة مواد تموينية أو وجبات، ينزلوا في مناطق عشوائية ويقوموا بتوزيع المساعدات. كل ده ممكن يخليه حاسة مش بس بينمو على مستوى المعرفة، إنه يشوف إنه في ناس تانية محتاجة الخدمة أو إنه في مناطق مجهولة ممكن يكون مش عارف بوجودها أصلا، لا كمان على المستوى الوجداني إنه يبدأ يشارك مشاعر التعاطف مع ناس ممكن تكون أكتر احتياج. طبعا ممكن يكون هيبدأ لأول مرة يدخل أماكن فيها زي دور الأيتام أو ذوي الإعاقة أو مستشفيات، فأكيد وجدانيا الموضوع ممكن يكون فارق معاه. مهارات بقى يتعلمها زي فكرة التسجيل، الحسابات،
تنظيم ايفنت، انه يتعامل مع مجموعه ويسمع اراء الاخرين، يتنازل احيانا عن رايه او يعني يعبر عن رايه. كل دي مهارات بيتعلمها في مجال التطوع او التدريب. وهنشوف النهارده الكيانات اللي قدرت تفتح اماكن لتدريب الاطفال فتره الصيف. الحقيقه انا كان ليا تجربه كده في برنامج اسمه سيبوني افكر، ده كان في ساقية الصاوي. احنا اشتغلنا تقريبا في البرنامج ده حوالي اعتقد 6 سنين متواصلين. كان منحه من وزاره التربيه والتعليم، واللي نفسي الموضوع ده يتكرر. يعني كانت المبادره او البرنامج سيبوني افكر كانت فكرته الاساسيه ان احنا نحط الولاد على ترابيزه كده، 5 اولاد او 7 اولاد، ونحطهم قدام مشكله. مشكلة بقى حاجة زي الاحتباس الحراري، منطقة بتعاني من أزمة سكانية، بس في شكل لعبة، ويبدأوا يشتغلوا ورش عمل. طبيعي إن هم يقعدوا ويبدأوا يحطوا حلول، فمش كل الحلول قابلة للتنفيذ، فبيبدأ يحصل حاجة اسمها مناقشة أو مناظرة. الأطفال اللي ليهم وجهة نظر مع أطفال تانيين وجهة نظرهم مختلفة، مين اللي بيقدر يوصل لإقناع الطرف أكتر أو إقناع عدد أكبر، يبدأ يتعلموا حاجة اسمها الأغلبية، اسمها التعبير عن الرأي، يبدأوا يعملوا تصويت على الرأي. فدي أفكار ممكن كمان نستخدمها كده لأولادنا عشان نوصل مفاهيم بقى، فكرة رأي آخر، فكرة تصويت وديمقراطية، الأغلبية. دي مفاهيم محتاجين نعلمها لأولادنا بالذات الأعمار اللي هي بنقول من 7 ل 15 سنة. وهو ده اللي كانت مستهدفاه وزارة التربية والتعليم مع ساقط الصاوي لما عملوا برنامج سيبوني أفكر. احنا دربنا تقريبا 1000 طفل، وكانت النتائج هايلة جدا. نظرة الولاد بتتغير تماما لما تبدأ تخاطب عقلهم، مش بس تبقى مجرد راعي بتأكل وتشرب وتبعت تمارين، مع احترامي طبعا للتمارين، ولكن لازم يبقى فيه يعني حلقة كده مفتوحة من النقاش والحوار رايح جاي، ونسمعهم، ما نغلطش افكارهم، ما نقولهمش سمعت الكلام ده منين، ما نقولهمش على حاجه مصدر صح او غلط وخلاص، لازم نفسر. لما القران نزل ودعا الرسول لفكره اقرا، واقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لسه في حاجات ممكن تبقى غيبيات، ممكن تبقى زي ما بنقاوم دلوقتي علوم الطاقة، أنا بصراحة مش فاهمة فيها، بس عشان ملاقيش هجوم عليا أنا شخصيا. لكن في كلام كتير من بعض الشباب بقى، الفيديوهات اللي منتشرة على النت، العلوم الزائفة. منين قلت العلوم الزائفة؟ ما أنت أصدرت حكم. طب ما تسيب الناس تقرأ وتبحث وادوا للناس كتب، حتى لو كتب مش عايزه اقول مشبوهه، مفيش حاجه كتاب اسمه مشبوه، يعني كتاب النبي لجبران كان ممنوع، روايه اولاد حارتنا لنجيب محفوظ كان اللي بيمسكها من 20 سنه او اكتر بقى، ايام ما كنت انا كده في ثانوي او جامعه، كان في حمله لتكفير نجيب محفوظ ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، اللي بعد كده بقى يعني الأديب المصري العالمي اللي حصل على نوبل. ليه دايماً بنبدأ نرمي الناس بالحجارة قبل ما ندي فرصة لفرز أفكارهم ولرحلتهم هم كمان؟ ربما يكونوا في رحلة. يعني الكاتب اللي بيكتب فكرة أو صانع المحتوى اللي بيقول محتوى النهاردة ممكن هو نفسه يناقضه بعدين، وأنا مش مطلوب مني أن أنا أحكم عليه بالكفر أو بالضلالية أو بأنه يعني يقصى بعيدا كده عن ولادة، وأنه خطر. خطر منين؟ ما هو له رحلة وعبر عن رأيه. إحنا المفروض نعلم ولادنا ان هم كمان يعبروا عن رأيهم. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل حوارنا، ازاي نحمي او نخاطب او نقوي وننشط عقول ولادنا. رجعنا لكم تاني، لسه بنكمل حوارنا عن عقول ولادنا فترة الصيف. قلنا انه كل كاتب وكل عقل بيمر بمرحلة كده او برحلة، زي ما سماها دكتور مصطفى محمود، رحلته من الشك لليقين.
من الـ 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 يعني من اللطف ان احنا ما نحكمش على رحله حد، ما نجيش نقطعه كده في نصها ونقول انت عقلك شت او عقلك ضل او انك حد ممكن يكون مؤذي او غيره من الفتوى اللي احنا بنسمعها. وفي نفس الوقت برضو من العدل ان اي حد بيتصدى لصناعه محتوى او للحوار مع الناس ان يكون امين قوي ويراعي امانه الكلمه اللي بيوصلها. في دلوقتي معانا مداخله من استاذه امل كمالي، امينه التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن. اهلا بيكي استاذه امل. تمام، احنا بنتكلم عن موضوع عقول ولادنا، فكره الرحله اللي ممكن نمشيها مع ولادنا عشان نوصلهم لبر الامان، عشان نوصلهم للقدره على الفرز والاختيار، النقد للافكار اللي بتتعرض عليهم، مش كل شويه يبقى فيه راعي او سلطه هي اللي بتختار له يسمع ايه او يشوف ايه. كده استاذه امل معانا؟ استاذه امل كمالي الو، امين التدريب والتثقيف في حزب مستقبل وطن. تمام، هو الصوت اهلا واطي بيك شويه، حضرتك. سامعيني؟ احنا كحزب مستقبل الوطن لينا دور فعال وحقيقي في الشارع المصري. تمام، لازم يكون في نشر افكار وفعاليات على ارض الواقع، مش مجرد كلام، وبكده نقدر نحارب الفكر المضاد اللي بيرسخ جوه افكار ولادنا، افكار هدامه بتنتشر بشكل كبير جدا وتدخل عقول ولادنا سواء من منصات التواصل الاجتماعي. انا بس عندي مشكلة في الصوت، يعلى بس شوية. انا مش سامعة الصوت. تمام، هو واضح ان في فعلا مشكله في الشبكه. خليني زي ما كده زميلي كان بيكلمني عن الحلقه عن فكره ان حتى دلوقتي بقت السيطره على عقول ولادنا بجيمز. طبعا سمعت كتير عن فكره الافكار بقى ممكن تكون مش منطقيه شويه، انه في حملات للسيطره على العقول حتى عن طريق الاغاني، النوعيات من الموسيقى اللي بتبقى خطر على الدماغ، الجلسات اللي الناس برضو بتخاف معاها. يعني انا في مجالي كتير بيحصل ان الناس تقول مثلا جلسات، في عندنا نوع معين من الجلسات اسمه التنويم بالإيحاء، في ناس كتير تقول لك يعني هو انا هفقد السيطرة على دماغي؟ دي طبعا واحدة من الإشاعات، ولو يتهم بها حد يتهم اي حد غير القائمين بالدعم النفسي وغير بعض الناس اللي اكيد في المجال وليهم سمعة طيبة. لكن اكيد احنا عرفنا بجيمز معينة انتشرت فترة من فترات زي الحوت الأزرق، وفكرة انه ممكن ولد يفقد حياته عشان جيم او عشان تحدي مر بيه. وبرضو اكيد شفنا فكرة في الدراما كده اتعرض لفكرة اللعبة اللي ممكن بسبب لعبة الناس تبدأ تعمل مش بس أذية لروحها أو لنفسها أو فكرة التضحية بالذات، لا ده ممكن كمان يمكن أقوم بجرائم تتعدى فكرة إن أنا أذي حد أو أسطو على حاجة لفكرة كمان أذية الأرواح. من ضمن العيوب في المحتوى بقى اللي جنن الناس فكرة إن أنا أوصل لترند أو إن أنا اتعرف، انه الناس بدات كمان تعمل محتوى غريب من تعذيب الاخرين، سواء حد يعني بيطلع صورته السيئه وهو بيأذي امه مثلا او زوجته. دي محتوى برضو من الغريب جدا، الناس بدات تظهر اسوأ ما فيها وكأن هو ده اللي هيوصلني، دول ده اللي هيشيرني، ده اللي هيجيب لي فلوس. غير برضو محتوى تعذيب الحيوانات، يمكن عشان انا مهتمه بالقضيه دي وعشان دي واحده من الامور اللي هيتكلم فيها الانشطه او ضيوفنا اللي هيكلمونا على الانشطه دي. فكره انه عاملين حملات في الصيف لتعليم الولاد العمل التطوعي، انقاذ الحيوانات، ان احنا نبدا ان يعني في الصيف نبدا زي ما بنقول كده الحمايه المدنيه، نحط ميه، نزود التشجير، نراعي الحيوانات والطيور اللي حوالينا في منطقتنا. كل دي حاجات نحارب بيها الافكار او المحتوى اللي بقى يعني زياده قوي وبيضلل عقولنا وانفسنا عن ازاي الواحد يوصل او يبين فكره ويوصل لأكبر عدد وترند، يعني بأفكار للأسف سلبية.
طيب خلونا ممكن نحكي كده تجربة صغيرة اتأثرت بيها، يمكن هي رواية اسمها ابوشن ذا رايت دايركشن او دفعة في الاتجاه الصحيح. قريت الرواية دي تقريبا وانا في سن اعدادي، وكانت سبب في حاسة ان هو تغيير كبير حصل وانا بتمثل بيها النهاردة او بفتكرها النهاردة، لان هو ده اللي حصل لي وانا في سن اعدادي. واعتقد ان كل حد بيقرأ حاجة مؤثرة ممكن تديله فكرة في السن ده هتفرق معاه. يعني من ضمن الناس اللي أثروا برضو فيا في مرحلة الإعدادي كانت إن أنا قريت عبقرية عمر. بس خلينا نرجع للرواية. الرواية كانت بتحكي عن شاب عايش في سكن عند في لندن، هو الرواية إنجليزية. صاحبة السكن دي ست عجوزة وصعبة جدا في التعامل، والفطار اللي بياخده في السكن حاجة يعني رديئة جدا، بيض وعيش محروق والكلام ده. كان بيمارس شغله بمنتهى الكسل، يلحق المواصلة بتاعته بالعافية. لكن اتغيرت حياته لما زميلة في شغله قالت له عن فرع جديد ومكان جديد بيتفتح، فكان تغيير البيئة وتغيير مكان العمل فرصة جديدة انه حياته كلها تتغير ويلاقي سعادته. احنا مسؤولين عن التغيير ده. خلونا ناخد مداخلة. أستاذة أمل كمالي، أمين التدريب والتثقيف حزب مستقبل وطن، أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة رحاب. أنا آسفة جدا، أول مرة ما كنتش سامعاكي كده، ازيك؟ الصوت أحسن كتير، كان في مشكلة في الشبكة. طيب أولا أنت أمينة التدريب والتثقيف، خلينا نعرف إيه المهمة اللي بتقوم بيها أمينة التدريب والتثقيف في حزب مستقبل وطن؟ طبعا أمانة التدريب والتثقيف في الأمانة هي مشاركة مع كل الأمانات. بنقدم خدمات كتيرة جدا لأهل المنطقة، توعوية وتثقيف، وبنقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع. وطبعا في حاجات كتيرة جدا ممكن نقدمها لأولادنا يا ريت اعرف فعلا ايه اللي بتقدموه لاولادنا في اجازة الصيف السنة دي ان شاء الله. احنا ممكن نعمل لهم إتاحة الشراكات في مراكز الشباب لأنشطة رياضية وثقافية تنمي الجسم والعقل وتشغل الوقت. وطبعا هتوفر الأمانة، ممكن توفر وسائل أمان لكل ولادنا عن طريق وسائل المواصلات، الأمان داخل الأماكن، ونقدر نستوعب أعداد كبيرة جدا ومرحبين بقى بسن إعدادي وثانوي. هايل جدا موضوع وسائل المواصلات ده، هيشجع كتير الستات اللي قايمين دلوقتي في فكره مبادره تشغيل ولادنا في الصيف، ان هم يحسوا بامان اكتر انه في كيان كبير هيراعي نقطه انه الولاد يتنقلوا للتدريب بامان ويرجعوا برضو بامان لمناطق سكنهم. والله ونقدر كمان نقدم حاجات مع الإدارة التعليمية داخل المنطقة في توسيع النشاط الصيفي داخل المدارس. ممكن تمام. نقدم لهم كرة قدم، حاجات فنية، ننزل لهم كراريس رسم وألوان، يعني كل الأنشطة متاحة كمان تحت إشراف الإدارة التعليمية. يعني دي الحزب ممكن يتواصل ونقدر نقدمها لأولادنا. تمام. عرفت برضو انه حضرتك في حملة هيقوم بيها حزب مستقبل وطن في منطقة الفسطاط، حضرتك مسؤولة عن مصر القديمة صح كده، ايوه، والمنيا اللي هيكون فيها توعية للولاد ازاي يتعاملوا في الشارع، ازاي يتعاملوا مع الحيوانات، فكرة انه هيبقى في تطعيم او تطعيم ضد سعار لاكبر عدد من الحيوانات في منطقة الفسطاط. الفكرة ان هم يشاركوا بنفسهم كمان ما بين فكرة الرحمة وفكرة انه يقوموا بمسؤوليتهم، انه يوعوا الناس انه مش هنأذي الحيوانات، والحزب يقوم بدوره بالتطعيم عشان نقلل فكرة العدد الكبير والأذى اللي حصل في مدينة الفسطاط. ايوه دور فعلا. حضرتك بقى في الجزء ده. والله الحزب موفر حاجات كتيرة جدا، واهم حاجة احنا مركزين عليها تعديل السلوك، مش لاولادنا بس، مش للاولاد بس، لكل اهل المنطقة. تعديل السلوك والتفكير والحاجات اللي بتأثر في السلوك. وطبعا من الحاجات اللي شفناها يعني بيناشدوا بيها مسألة الكلاب الضالة اللي في الشوارع، وازاي ان في ولاد بتضربها يعني بتعذبها، لان في مفهوم خاطئ من الأسرة ان ده حيوان وملوش يعني لا قيمة في على الأرض ولا قيمة في السماء. طبعا طبعا كل الفكر ده مغلوط. صحيح. فاحنا طبعا يعني هنقدم مصل اللي هو بتاع ضد السعار السعار،
لعدد كبير من الكلاب الضالة، ونحاول نعمل حاجة توعية لأهالي المنطقة بجد، إن إزاي التعامل مع الحيوان، إزاي التعامل يعني حتى مع الجماد، ما نشوهش الجماد. تمام. ودي محتاجة شغل، يعني محتاجة شغل. انا بتمنى فعلا انه نقدر يعني نساعدكم في الجهود دي، ونتمنها، وان شاء الله هتابع مع حضرتك اكيد لما ننزل في ارض الواقع. شاكره جدا ليكي استاذه امل كمالي، دور يحترم ومهم جدا لمنظمات المجتمع المدني انها تنزل وتمد ايديها كده لاولادنا، تغير عقولهم في فتره الصيف، تخليهم فعالين اكتر ونشطين اكتر، واحنا مستنيين مزيد من التعاون والمبادرات في ارض الشارع. معانا برضو أكتر من حد عامل مبادرات تانية، في مبادرات تعليمية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية بتقدمها أكاديمية جو أب، وإحنا برضو هنعرف إن شاء الله تفاصيلها. أنا حابة إني أشكر كل راعي اتعامل معانا، يعني دار منهل اللي قدمت أكتر من 50 كتاب تبرع هنستفيد منهم الأطفال في فترة الصيف إن شاء الله، أستاذة منى عرفات اللي قدمت مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية، الندوة اللي هتتقدم في مكتبة السلام يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، وهيكون موضوعها عن الرحمة. أهلا بيكي أستاذة منى عرفات معانا على التليفون. السلام أهلا عليكم بيكي، ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي منى عرفات، مترجمة ومدربة لغة إنجليزية، وبتديري أكاديمية جو أب أكاديمي اللي معانا النهاردة في مبادرة عقول ولادنا. هتعملي إيه لعقول ولادنا؟ والله احنا عاملين مبادرة عن أولا طبعا بمناسبة اليوم العالمي للإتاحة، مش بس احنا بنراعي المكتفين أو ذوي انقصار القامة أو اللي عندهم إعاقات، وأنا كمان دلوقتي بنشوف إن عدم الوعي بوجود الرحلة والرفق هو برضه إعاقة. فمن ضمن المبادرات اللي احنا عاملينها طبعا توعية المكتفين باستخدام العقاية البيضاء، كمان عاملين تدريب الناس ازاي يتعاملوا مع المكتفين في الشوارع وفي الطرقات وفي كل مكان، عاملين توعية برضه للأطفال وللكبار عن التعامل مع الحيوان برفق، وشايفين ان احنا لو تعاملنا مع الحيوانات اللي في الشوارع برفق احنا كمان هتكون أمان. يعني احنا لو تعاملنا مع الكلاب اللي في الشارع واتلموا بواقي الأكل عندنا مش هيبقوا مشعورين ومش هيأذوا ولادنا. صحيح، يعني أولاً إنسان عنده رفق ورحمة على حيوان، فأكيد يعني بالفطرة وبالطبيعي إنه هيكون كده مع الكبار السن، مع ذوي الإعاقة، مع أبوه وأمه، هيبقى بار. صحيح. وطبعاً دخل امرأة نار في هرم، ودخل رجل الجنة في كلب ثقافة. الثقافة. تمام. من ضمن الحاجات اللي عاملينها كمان مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية، عاملين كده رسالتنا محو اللغة الإنجليزية، محو الأمية في اللغة الإنجليزية. وعاملين كمان كورسات مجانية للمكتفين، وكورسات مجانية برضو للأمهات، لأن يعني برضو من ضمن الحاجات اللي بتوعي الأطفال بالعالم حواليهم إن أنا أكون معاهم في اللعب اللي قدامي فيه، مش بس أنا بعرف كلمات اللعب، لا أبقى عندي وعي باللغة. وأخيرا طبعا أنا عندي كمان تدريب، يعني مدربين في قصة أثر عندنا مهتمين جدا بالجزء بتاع الإبداع، معرفة التفكير، الرسالة العامة بتاع شركة أثر للتدريب الإطلاقي، التفكير الناقد، الإبداع. أنا عاجبني الشعار الأول، أجازة آخر لذاذة، مش عارفة الصورة موجودة ولا لأ، بس عجبني شعار الحملة بتاعت أجازة آخر لذاذة دي، وحاسة إنه يعني فيها كده قرب لنفسية الأطفال، إن أنتوا تجذبوهم لأنشطة وإن هم يدرسوا في الشركة عندكم. طب أنا لفت شركة أثر كانت عاملة حاجة اسمها فريق أثر للإنقاذ، بتنقذ عقول الأطفال طبعا من الحاجات اللي بتخش فيها. حلو قوي. وعاملين ثلاث أنشطة حلوة جدا بتمنع التقليد الأعمى، تحسين التفكير الناقد عن طريق أنشطة وألعاب ومسرحيات، تبعات الشركة كمان شركة أثر عاملة الأجازة دي كمان مش بس للأطفال، هي ماسكة فوق الكبار أولياء الأمور، تمام. طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي. ايوه فعلا، بدات الصور على الشاشه. انا عايزه اللي هي فكره التقليد الاعمى دي، انا هماني جدا استاذه منى، في زي ما حضرتك قلتي كده وسط الكلام كلمه انا عايزه اقف عندها، فكره التفكير الناقد، قدره ولادنا على ان هم يقروا او كتاب او يشوفوا محتوى ايا مكان، هو عنده قدره على انه يفرزه ده صح ولا غلط، يرجعه على قيمه ومبادئه الشخصيه واللي اتعلمه في بيته.
فيبقى عنده حرية في الاختيار، مش أي طفل كده يكبر أو يبقى شاب 15 20 يبقى بيفكر في أفكار يعني زي ما احنا شايفين، يعني لعبة تخليه عايز يتخلص من حياته، ولا شوية عايز يهاجر، ولا هجرة غير شرعية، ولا يجرب مواد مخدرة. فكرة التفكير النقدي يعني انا حاسة انها زي ما انت قلتي كده هي الإنقاذ. يعني كان في كمان معسكر فكري لمهارات التفكير بشكل عام، قبعات الستة، الذكاءات المتعددة، رفع الوعي بشكل عام. كان في كمان وما زال عاملين مذاكرة مبدعة، عاملين كورسات ما شاء الله اللي فاتت دي الدفعة الثالثة للمذاكرة المبدعة، حتى وقت المذاكرة كمان خليناه ممتع وكله ألعاب وعصفورة للأطفال. فأنا هايل شايفة جدا. إن إحنا كلنا لو اتفقنا على إن إحنا مش بس نخلي الإجازة لذيذة، لا حتى الدراسة كمان لذيذة وفيها إبداع وفيها أنشطة، الولاد هيتحسنوا بشكل كبير قوي، هنطلع جيل فعلا مبدع. هايل جدا. فده هو التفكير النقدي اللي بتوصلوه للولاد عبارة عن ايه؟ يعني ايه تفكير نقدي؟ يعني ازاي نخلي بقى ابننا عنده تفكير نقدي؟ المهارة دي بتوصله ازاي؟ بتوصله من خلال أنشطة وألعاب، بنلعب على كل المهارات، أول حاجة تفكير بإيجابية، بنديله كمان ذكاء عاطفي، بنحسن عنده مهارات الاستنتاج والتحليل والاستنباط، وبيوصل لمهارات حل المشكلات، ده كله بيتعمل بأنشطة وألعاب. يعني احنا في شركة أصلا عندنا مش عاملين ده نظري بس، احنا كنا عاملين للأطفال قضايا، جايبين لهم قضايا بوليسية وأنشطة، وبيطلعوا بقى مين القاتل هنا، مين المجرم هنا، مين مش عارف ايه، بياخدوا مشكلة من أولها ويحللوها ويوصلوا في الآخر للحلول بنفسهم. يعني كأنكم بتعرضوا عليهم حاجة مغامرة أو جناية، يعني قضية وهم يحلوها. الصورة عند حضرتك، طيب الصورة عند يمكن حضرتك نفس فيها قريبة من أربع فكرة تفاصيل بوني بسيطة. أفكر اللي كانت في ساقية الصاوي برضو. يعني بجد أنشطة مميزة. أنا متشكرة ليكي جدا أستاذة شكرا منى جدا، عرفات، شكرا المترجمة جدا. ومدربة اللغة الإنجليزية ومديرة شركة جو أب أكاديمي. ما بين الخدمات والإتاحة اللي بتقدمها لجنة التدريب والتثقيف في حزب مستقبل وطن مع أستاذة أمل كمالي، وبين المحتوى العلمي والفكر اللي بيقدمه أستاذة منى وشركة جو أب أكاديمي وأجازة آخر لذاذة في أثر، ما بين الخدمات دي أعتقد إن إحنا إن شاء الله هنقضي أجازة قوية ومؤثرة لأولادنا، ومحتوى كبير 50 كتاب مجاني من دار منهل والتعاون مع مؤسسة أجيال. أنا بجد حاسة إنه إن شاء الله هنقضي أجازة مثمرة، وحابة إن الكيانات دي كلها تتعاون مع بعض. شكرا لكل ضيف دخل معايا النهاردة مداخلة، وقدم خير لعقول ولادنا. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي مع علاقات حلوة وناس حلوة.